الخيط بقى شكله داكله، شكله جميل يعني. ان شاء الله نبدأ النهاردة نعمل مع بعض حذاء الطفلة حوالي 3 سنين ونص او 4 سنين. انا قست الطول بتاع القدم بتاعها كان 17 سنتي، تمام؟ فدول تقريبا حوالي 20 غرزة. ناخد بالنا ان عدد الغرز لازم يكون زوجي عشان بعد كده هقسمه، يعني 20 دول بعد كده هاخد نصهم 10، فعشان كده الرقم لازم يبقى معايا زوجي. نعمل 20 غرزة سلسلة، 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20. هنقيسهم مع بعض كده نشوفهم وصلوا 17 سنتي ولا لا مع بعض. اهو مسطرة اهو بالظبط عند 17، تمام. بعد كده نعمل غرزة ارتفاع واعمل 20 غرزة حشو. مش هدخل في غرزة الارتفاع دي، هسيبها وابدأ في غرزة الحشو. الغرزة اللي بعدها نعمل 20 غرزة حشو. ادي 1 2 3 4 5 نكمل لغاية ما نوصل ل20. هكمل برجع لكم. عشان مش بحب الزيادات فهدير دي اخيط عليها، تمام. فانا هاخد اهو ادخل غرزة حشو احطها فيها كده اهو، اجي اسحب نكمل نفس الكلام عشان ما يبقاش معايا اي خيوط زياده. شايفين بعد كده الخيطه بتقص وما يبقاش معايا اي خيوط زياده، تمام. بعد كده نطلع مع بعض غرزة ارتفاع، نكمل برضو غرز حشو 20 غرزة حشو. 1 2 3 4 نكمل نهاية الصف وارجع لكم. كده 18 19 بعد كده 20. بعد كده غرزة ارتفاع نعمل 20 غرزة حشو تاني اهو. 1 2 3 4 نكمل لغاية اخر السطر 20 غرزة حشو. عندي اهي 19
وادي غرزة رقم 20، اخر غرزة معايا. وبعد كده غرزة ارتفاع، نعمل سطر تاني 20 غرزة حشو، وهنكمل باقي السطور على الحال ده اهو لغاية ما نوصل العرض اللي احنا محتاجينه، عرض القدم. نكمل اهو، كل سطر 20 غرزة حشو. نكمل وارجع لكم. انا كده وصلت العرض اللي انا محتاجاه، 7 سطور تمام، شايفين من الكاميرا عرض 6 سنتي، 7 سطور بس. فانا كده المفروض بقى هقسم، دول كانوا 20 غرزة، انا هقسم اخليهم 10 بس، اعمل 7 سطور تاني 10 غرز تمام. فنبدأ غرزة ارتفاع، نعمل 10 غرز، 9 10 10. بعد كده هوقف، مش هكمل، لا هطلع غرزة ارتفاع تاني وارجع 10 غرز حشو، 1 2 3، ونكمل لغاية اخر السطر 10 غرز حشو، 4 5 6 7 8 9 10. ده هو كده سطرين، نطلع تاني ارتفاع، نعمل سطر 10 غرز حشو تاني اهو، 1 2، وهنكمل كده 7 سطور، 3 4 5، هكمل 7 سطور وارجع لكم. زي ما انتم شايفين عملت 7 سطور غرزة، هو 20 غرزة حشو، وبعدين 7 سطور 10 غرز حشو، دي الحتة اللي تبقى من فوق تمام. هعمل تاني 7 سطور 20 غرزة حشو. طب انا هكمل ازاي؟ انا وصلت لغاية هنا اهو تمام، انا مش هرجع، انا المفروض اكمل سطر تاني اعمل 10 غرز سلسلة عشان يبقوا 20، 10 حشو وكمل عليهم 10 سلسلة، 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. كده بقى 20 تمام، هرجع بيهم بقى 20 غرزة حشو، ما ننساش غرزة الارتفاع اهي، وبعدين 20 غرزة حشو، 1 2 3 4
5. معايا 9 و10 اهي رقم 9 و10 دي اخر غرزة من بتوع السلسلة. نحاول نظبطها كويس اهي. بعدين خدوا بالكم محتاج اظبطها الاول عشان خاطر ادخلها مظبوط. نبدا بقى في العشرة التانيين غرز حشو. نكمل باقي السطر غرز حشو. 1 2 3 وصلنا كده عملنا 7 صفوف 20 غرزة. بعد كده 7 صفوف تاني 10 غرزات. بعد كده 7 صفوف تاني 20 غرزة. تمام. بعد كده قصيت الخيط. نمسكها بعد كده ونطبقها زي ما انتوا شايفين. انا هخيط من اول هنا لغاية هنا. تمام. بعد كده الف اخيط خيوطة هنا بالتنظيف. دي هشوف هنعمل فيها ايه بعدين. بحيث يبقى عندي ده وش الصندل. تمام. دي الحته بتدخل فيها الرجل. نبدا نخيط مع بعض. عندي طبعا قصاد بعض نفس عدد الغرز فسهل ان هدخل في اخر غرزه خالص اهو بحيث ما نضيقش. بعد كده امسكها واربطها. شايفين المفروض عدد الصفوف قد بعض وعدد الغرز قد بعض. فانا هدخل في كل غرزه بس حاول اكون في اخر واحده بعيد اهو. ونحاول ندري خيط واللي هيزيد عادي نقصه. تمام. نحاول يكون الخياطه بتاعتي سموث خالص عشان خاطر ما تبانش. تمام. كل صف وصود الصف التاني بتاعه كده. ان شاء الله بعد ما نقفلها الناحية التانية مش هيبان ده كله. هنقلبها في الاخر فهتبان كأنها حتة واحدة ان شاء الله. خلاص بقى الخيط ده هقصه مش محتاجه اصلا اكمل عليه تاني. ثبتها هنا اهو قبل ما اروح على الصف التاني. غرزة كده عشان تثبت. تمام. ونكمل على نفس النظام. هذا هي كل غرزة وصود اختها ندخلهم. نكمل لغاية الاخر على نفس النظام لغاية ما نوصل لاخر السطر. خلص وارجع لكم.
زي ما انتوا شايفين اهو شكل الخياطة. بعد ما خلصت كل غرزة فاضل معايا بالظبط تمام، وصلت لاخر الصف عند العودة دي، ثبتها برضو اربطها بحيث لما اقطع الخيوط محصلش معايا اي خلل، وربطة واحدة بحيث ما يتكلكعش تمام. بعد كده عندي الجزء ده اللي هو من قدام، هجمعهم كلهم في غرزة واحدة واشد تمام، كلهم غرزة واحدة وبعد كده اشد. هنشوف مع بعض اهو، هحاول امسك برضو الطرف، هدخل كل غرزة فيهم تمام، وادي التالتة الرابعة خمسة ستة تمام، هدخل فيهم كلهم بعد كده هشد كمل الباقي اهو، قد ما اقدر كل الغرز من بره على قد ما اقدر عشان ما اضيقش. طبعا كل الخيطة دي من جوه، الحاجات دي عندي مش هتبين لما اقلب. تمام لغاية ما اوصل الغرزة اللي انا كنت عندها هي. بعد كده هفضل اشد على قد ما اقدر بحيث ما يتقطعش ويتقفل معايا بس اهو. يبقى سموس خلص تمام، شد اهو اتقفل خالص معايا. بعد كده اربط تاني عشان ما يفكش. هحاول اثبتها اكتر بس من غير ما تأثر يعني عليه بحيث ما تكلكعش. الابرة شايفين من كتر الربط انا مش عارفة ادخل الابرة بتاعتي اصلا. نثبتها حلو، شايفين ده شكلها بعد ما خلصت التثبيت. بعد كده اربط الخيط عشان هقص الاتنين تمام. بعد ما قصيت الخيوط اهو نيجي نمسكه ونعدله مع بعض، شايفين ولا كأنه متخيط شكله كده تحفة اصلا قبل ما نكمله. شكله تحفة ولا كأنه متخيط تمام. نبدأ بقى بعدين نعلي. احنا دلوقتي المفروض هنبدأ نعلي تمام، نعمل غرز حشو. حاول ادخل اهو في النص عشان نعمل غرز ارتفاع. وبرضو همسكها واربطها عشان اثبتها. بعد كده لما اقص الخيط محصلش معايا اي خلل، بس اخلي الربطة خفيفة بحيث ما تعملش معايا اي عقية ما تضايقش الرجلين. نطلع بغرزة ارتفاع فوق نكمل باقي السطر كله غرز حشو. لغاية ما اوصل لغرزة الارتفاع اللي كنت فيها
على غرزة هعمل فيها غرزة ارتفاع، حاول مسيبش ولا غرزة. هنكمل لغاية الآخر. هنكمل غرز حشو كده لغايه الاخر، لغايه ما اوصل لغرزه الارتفاع دي وارجع لكم. زي ما انتم شايفين انا وصلت اهو للغرزه اللي بدات فيها. تمام، امسك في اول غرزه واعمل منزلقه عشان ابقى قفلت السطر. تمام، وبعد كده هعمل غرزه ارتفاع سلسله واكمل سطر تاني غرزه حشو. هفضل على الحال ده سطور، اوصل لغايه اخر السطر اعمل منزلقه وبعدين غرزه ارتفاع واعمل سطر وغرز حشو لغايه ما اوصل الارتفاع اللي انا عايزاه. هنكمل غرز حشو للاخر، نكمل وارجع لكم. انا كده ارتفعت 5 صفوف، هذا هو شكله. قصيت الخيط لغاية دلوقتي بعد ارتفاع 5 صفوف. دلوقتي هدخل اللون الابيض معايا وهعمل سطر حشو عكسي. تمام، هدخل برضو من النص اسحب الخيط واربطه. تمام، هحاول برضو اربطه مع البامبي بحيث اثبت الخيط التاني. تمام، نبدأ بعد كده الحشو العكسي. نطلع غرزة الدفاع في الحشو العادي. انا كنت ادخل من هنا واسحبها، لا انا في الحشو العكسي هعمل العكس، هدخل من هنا اهو واسحب الخيط. تمام، بقوا عندي غرزتين، هاجي هعملهم غرزة حشو. تمام، هي اول غرزة بتبقى صعبة شوية عشان خطر الخبطة اهي. نيجي اللي بعدها برضو ندخل حشو عكسي اهو، نسحب غرزتين، نكمل غرزة حشو عكسي، هسحب برضو. حشو عكسي تاني، الغرزة اللي بعدها هسحب. شايفين تخلي شكلها جميلة يعني. كمل باقي السطر اهو، حشو عكسي حشو عكسي. كمل الاخر وارجع لكم. شايفين بعد ما قصيت الخيط بقى شكله جميل يعني.